الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرادي فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، فاوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي يلا مساء الخير وحلقة جديدة من ستارز اوف فانتسي. النهاردة طبعا جايين في ظروف جديدة، الدوري الانجليزي واقف، ولكن هنتكلم النهارده عاملين حلقه خاصه عن اللائحه والكره المصريه واتحاد الكره المصري العالمي والثعلب. صباح الفل يا كابتن حازم. صباح الفل يا سيف، ومسى عليك او صبح عليك وعلى كل المشاهدين بتوعنا. عالمي ماله بقى قرن كده ليه؟ ها؟ بقى قرن بقى؟ لا زاد زمان، يعني يقول لك زمان كان بيطلع عليها اذا كانتونه. بس خلي بالك انت برضه ما توصل، خلي بالك هو خدها من كانتونه وعمل ان هو اول واحد يعملها. هو عم سطار في نقطه انت مش عارفها، كانت اياميها برضه. ها كانت ايام كانتونا، انت عارف ان حاجه 90 حاجه 90 احنا كمان كان جابلها في اول مره ماتش صغيرين. انت عارف ان حازم دلوقتي ساعات كتيره بيفكر ان هو نفسه في ايه او يصرف فلوس في ايه، ما بيلاقيش حاجه. يا عم سيبك موضوع الفلوس ده بقى، حرام عليك بقى، احنا ناقصين ايدك يا عم بقى، احنا في الكورونا، في زمن الكورونا، ارحمني. زمن الكورونا. اه خلي بالك انت، تعلم كلها وقفت. خلي بالك انت والله، يعني بص انا معايا اللي هو الكحول ده على طول بوش كل شويه، هنعمل ايه بقى؟ ما بنهوش على هو بيضحك ليك مش عارف. انت بتضحك ليه الضحكه دي؟ لا لا مفيش، لا يعني ايه؟ لا والله لا مفيش كحول. ايوه طب هو بيتكلم طبيعي والله. طب ايه اللي انا مش فاهم؟ لا 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 قول قول. لا والله عادي والله. ايوه طب قول ايه اللي يضحك؟ لا والله لا مفيش حاجه. لا كل شويه بنحاول يعني. بس بصراحه عايز اقول لك حاجه من الحاجات الكويسه في الاعلام في الفتره دي، ان هو كل شويه بيطلع تعمل ايه، حتى على التويتر، على انستغرام، على التلفزيونات، كل شويه يجي لك تعمل ايه كل شويه. يعني بيفكرك لو انت ناس تلاقي في الراديو بيتكلم معاك حد يقول لك تعمل ايه. فدي برضو بال يعني بفعلك الباطن خلاص اتعودت ان في حاجه لازم تاخد بالك منها. يعني حتى دلوقتي مفيش في الشارع او تيجي تخش على مكان مثلا في الشغل ولا رايح شغلك، ما حدش خلاص بقى يسلم دي، ما حدش بيجي يخش يبوس. الناس خلاص تعي الموضوع السبيس، وان انت تسيب مسافه بينك وبين التاني، وان انت ما تسلمش بالايد، وان انت ما تقعدش قريب من حد. فبقت امور طبيعية. يعني حتى دلوقتي انا بقيت عارف لما اشوف صور حد بيبوس بعض، او زمان يعني كنت اخش بوس اقول استغرب يعني، والحضن ده لازمته ايه؟ فاهم؟ وانا متهيألي ان عاداتنا بعد الكورونا دي هتتاثر جدا في تعاملاتنا الشخصيه بعد كده. يعني انا متاكد يعني التجوانتي ده هتفضل بيه على طول ان شاء الله باذن الله. لا طالع يعني عشان فرده واحده بس، انت اشتريت فرده واحده عشان دي اللي بمسك بيها حاجه. دي ما بتمسكش حاجه ان شاء الله. يعني طالع اعمل لقطه يعني ان شاء الله عليك والله. ايه رايك يا ميدو؟ الثقافه حلوه مفيش كلام يعني. انا رايي ان في طبعا اي حاجه في الدنيا حتى لو وحشه فيها ايجابيات. اهم الايجابيات بتاع اللي احنا الفتره اللي احنا عايشينها دي، ان هي ادتنا فرصه ان احنا نقعد مع اولادنا ومع عائلاتنا فتره اطول. انا بقى لي زمن كتير ما عادش مع عيالي كده. والموضوع ده يعني رغم ان الظروف السيئه لكن الموضوع ده بسطني جدا، بقضي وقت مع اولادي ومع مراتي. دي حاجه. الحاجه الثانيه في مكتسبات هنكسبها من موضوع كورونا، زي ما كابتن حازم بيقول ان العادات اللي عندنا بتاعت البوس وال دي هتتغير. رايي ان عادات البوس دي هتقف. احنا الرجاله يعني. على انا مال. مش هبوس حد بعد كده. الرجاله يعني أيوة ليه رجالة. ليه فعلا الرجاله دلوقتي بتبوس بعض فعلا؟ لو عندنا حاجات في مصر وبعدين في ناس مش عارفها قوي، تلاقي اتنين اصحاب ماشيين في الشارع، البلد الوحيده في العالم او اللي احنا يعني البحر الابيض والاسود، تلاقي اتنين اصحاب ماشيين حاطين مثلا ايديهم على كده مثلا. ليه؟ ما انت صاحبي بحبك كل حاجه بس ما لهاش يعني. البوس بالذات تخش وانت ما بتعرفوش قوي كمان، وانت بتعمل انترفيو تلاقي نفسك واحد بيبوسك يعني. فدي حاجه. الحاجه الثانيه بيحب السلم والبوس كان قوي. الحاجه انت قمت معاه على طول اي حاجه. انا عارف انك بتحب البوس. لا لا الحاجه الثانيه ان احنا كدوله، ان انا يعني في حاجتين مهمين جدا وما اعرفش رايك يا كابتن حازم. الحاجه الاولانيه ان احنا ممكن الموضوع اللي حصل ده يقلبنا ان احنا تبقى دوله كاشلس. يعني ايه كاشلس؟ يعني ما يبقاش في تعامل فيزيكال بالفلوس، وده هيبقى مهم جدا للدوله، لان الفلوس كلها هتبقى قدام الدوله، الشركات كلها تبقى بتدفع الضرائب كما يجب وكما ينبغي، والمرتبات هتدفع في البنوك. انت قصدك زي الدوله المتقدمه، قصدك ممكن نطلع بشكل ايجابي من المرحله، من الايجابي. يعني انت النهارده اول تعليمات ال WHO لمنظمه الصحه العالميه قال لك ان مفيش كاش فيزيكال، لان اكتر حاجه ممكن تنقل العدوى. فالنهارده لما تتقلب ديجيتال ده هيفرق بشكل كبير جدا. الحاجة التانية ان معظم الناس يا سيف، وده بجد يعني اصحابي كلهم يعني الناس كلها اللي عندها شركات النهارده، اكتشفوا ان ثلاث ارباع الناس اللي موجودين اللي بتشتغل بتروح الشغل دي ان دي اوت، بتروح الشغل كل يوم، ممكن ما تروحش الشغل
يعني النهارده كل الميتنجز بتتعمل وكل القرارات اللي بتتاخد كلها بتتعمل عادي. انت النهارده يعني في حاجات كتيره هنكتسبها من اللي احنا عايشينه ده. صح. هتبقى مهمه جدا للدوله، بس الدوله تتمسك بيها. يعني خلاص انت خدت خطوات ان الناس كلها ما بقاش فيه فلوس كاش، ان الناس كلها تدفع مرتبات في البنوك. عارف يا ميدو، موضوع الاونلاين ده مهم جدا جدا. يعني انت النهارده كل الميتنجز ممكن تعملها بفيديو اونلاين. النادي الاهلي النهارده عمل يفضي الشارع يخلي الدنيا اهدى. طبعا طبعا في موظفين، انا بقول لك 50% من الموظفين اللي بيروح الشغل كل يوم 50% منهم ممكن يعمل الشغل من البيت، او على الاقل يروح الشغل مرتين في الاسبوع. بس هي النظريه برضه يعني هي كويسه طبعا، بس في حاجات انت لو تقعد مع حد بتطلع يعني بتشتغل معاه بتعمل يعني بيبقى فيها شغل اكتر شويه. لكن هي كويسه فور تايم بينج، ان انت في الوقت ده انك انت بتقضي شغلك، لكن تفضل طول عمرك شغلك قاعد في البيت لا، بتنزل بلد يعني بتنزل الوقت ده كويس، وتتعامل في الوقت ده بالشكل ده كويس. يعني انا بقالي مش الدنيا ما وقفتش، يعني انا بقالي سنتين بحاول اقنع مراتي ان انا عايز اعمل لعيالي هوم سكول. عايز يعني احنا زمان كان اللي هو ايه اللي بيعمل المدارس كان يقول لك من منازلهم، المنازل ده كان الفشله اللي هم مش قادرين. انت ليه عايز تعمل كده؟ لان انا عندي اول حاجه 3 4 اصحابي بقى لهم 3 4 سنين عاملين لعيالهم اولادهم بيلعبوا حاجه، بيلعبوا لازم يكون بيلعبوا، بيديك فرصه بقى ان الاولاد تلعب اكتر، بيديك فرصه ان الاولاد يبقى عندها وقت. وبعدين هو عامل لي عشان تمارينهم. لا واهم حاجه بقى خلي بالك، انا بالنسبه لي مهمه جدا 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 ان انت بتضمن بعدم ان هم بيروحوا المدرسه كل يوم ديلي ان اولادك ما بيتعمل لهمش بولينج. يعني ايه بولينج؟ التنمر. والتنمر اكتر حاجه بتاثر على البني ادم لما بيكبر. انت النهارده اولادك وهم تحت عينيك وهو بيروح موضوع البولينج بس ده مش حل، هو لازم يتاقلم ويتعامل مع الناس. ماشي، بس لازم وياخد تجربه وتتعامل. بس انت انا بالنسبه لي موضوع البولينج ده، وانا يعني بشوف اولاد كتيره جدا ما بيكرهوش بيه؟ كانوا بيكربجوا زمانهم في المدرسه شيء. لا لا انا شفته إيه؟ انا اول مره اتعدى عليا شكله كان حد بيعمل لا يا عم انا بتكلم بجد. لا خلي بالك دي حملات تعليميه ضد التنمر. والنهارده ايه بس هو مش هروح مدرسه عشان التنمر يعني. لا الغلط هو التنمر، الصح هو المدرسه. انا عارف بس طب ما تعبد يعني انا بشوف يعني ما نعالجش بالهروب يعني. لا مش مدوش، انا بالعكس تتعلم الولاد اللي بيتنمروا ان هي كل حاجه. انا بعلمهم ان هم كمان ما مش على حد. ايوه انا قصدي يعني مش موضوع مش هو حد بيتنمر فانت ما تدوش المكان، بالعكس انت توديه وهم المفروض التانيين هم اللي يتعلموا. مفيش يبقى انا بشوف يعني. حازم ان العيال تروح المدرسه كل لكن يوم هي فكره ان هو ان ما تروحش مدرسه. في ناس كتير بتعملها بس عشان يعني انا عندي اربع اصحابي في الجونه بيلعبوا حاجه، ولادهم في البيت بيعملوا اونلاين سكول. برضه دي غلط يا ميدو، ده مش حياه. ما ولاد هو بيروح يتمرنوا. لا هو بس ده فعلا لو عندك ابنك بيتمرن لعبه بيتمرنوا از بروفيشنال بيعملوا دايفنج. في ناس بتعمل كده بس عايز اقول لك ان مهم جدا خبره الحياه، هو عنده سبب يعني ان الولد يتعامل مع الناس. ما هو يتعامل ويتخانق ويتخانق وينزل التمرين وهيروح النادي وكل حاجه. بس سيف احسن نظام تعليمي في العالم فين؟ فنلندا. نمره واحد. بعد كده جاب كبير جدا. عارف اليوم الدراسي في فنلندا كم ساعه في حزم؟ اربع ساعات منهم ساعه رياضه. بيروحوا المدرسه الساعه 8 الصبح، بيمشوا الساعه 12. احنا اولادنا بيبقى في بريشر كتير كبير جدا عليهم. بس انا ايام ما كنت في المدرسه كده كنت بمشي 11. انت كنت بتمشي عشان انت كان باباك يعني عارف المدير في المدرسه والمدير وكده، ما كنت بروح بدري صح؟ انما مش طبيعي صح؟ ها؟ انت كنت بتمشي كده مش طبيعي. انا فاهم القصه راحت فين واسطه يعني. طيب نخش على لائحه اتحاد الكوره. حازم يعني اتحاد الكوره اللجنه الخماسيه الحقيقه الفتره اللي فاتت عامله شغل كويس يعني من وجهه نظري، بيحاولوا يجتهدوا بقدر المستطاع، لكن دلوقتي هم في مرحله اعتقد ان هي مرحله يعني فيصل ما بين اللي فات واللي جاي. اللائحه ما فيش حاجه بتعجب الناس، بس اللائحه فيها بعض البنود زي مثلا الحاجات المين 8 سنين. في وجهه نظر ان 8 سنين تتطبق باثر رجعي، في فرق. في وجهه نظر ان 8 سنين تتطبق 8 سنين وما ترجعش تاني. في وجهه نظر ان تطبق يعني ما ترجعش تاني، يعني تبتدي من دلوقتي تنزل 8 سنين وخلاص ما ترجعش تاني اتحاد الكوره. وفي وجهه نظر ان 8 سنين وتنزل تاني ليك دوره كمان لو عايز تنزل نائب او رئيس. هي اللائحه بتقول ايه؟ هي هو دي المقترحات يعني. دي مقترحات يعني لسه رايحه لايه يعني؟ يا فندم رايحين لايه تقريبا؟ يعني حتى الان مش عارف شد وجذب. يعني الاتحاد الدولي عايزين حاجه. طيب هم خليني اقول لك حاجه على موضوع 8 سنين ده. دلوقتي كل انديه مصر ما فيهاش 8 سنين. كل الحاجات اللي كانت الناس عملتها بعد الثوره 8 سنين كلها اتشالت في كل حته. الفي الميثاق الاولمبي ما بيحطش مدد، ولكن الفيفا
اللي انا عارفه برضو ان الفيفا ولجنه الفيفا او الناس اللي فيفا بتيجي تقعد مع اللجنه الخماسيه دي عايزه يبقى فيه تايم لاين. فبقى لك في بلاد محتاجه ان يبقى بس طب هو رئيس الاتحاد الدولي عنده تايم لاين؟ يعني لا ما عندوش. لا ما عندوش. اشمعنى ما انا بقول لك ما انا سالت السؤال ده يعني من وجهه اسماء قالت لك في بلاد احنا ممكن نجبرهم ان يبقى عندهم سنين بس عشان بيبقى فيها دايما مشاكل او بيحصل لجنه تيجي زي ما اللجنه اللي جت دي يعني دي معناها ان في الكوره هناك مش ماشيه زي ما الكتاب بيقول يعني فعشان كده احنا بيبقى نحط ايدينا على رايك انت ايه؟ لا انا شايف عامه الناس يعني هي اللي يعني 8 سنين او 12 او سي اي حاجه خلاص يعني اشمعنى اتحاد الكوره فقط كل الاتحادات دلوقتي شالتها مفيش حد من ثاني مفيش ولا اتحاد حاططها اساسا يعني انديه زي ما بقول لك مش حاطه انت سيب الناس تحكم بس بقى خلي الجمعيه القوميه اقل ده من وجهه نظري طول ما الجمعيه القوميه اقل عملوا 96 ماشي وانا بقول لك ده صح ليه بقى ان انت لو تعملوا 260 ولا 290 الحاجات بتاعت زمان دي الناس دي معظمها في الثالثه والرابعه بيبقى عندهم مشاكل ماديه كتير فانت بتيجي بشكل معين ممكن فتلاقي الاصوات اللي مش قويه اللي هي ليها فعلا صوتها من دماغها او عايزه الصالح العام مش هتلاقيها كتير فبالتالي ممكن يجيب ناس ما تبقاش هي فعلا المؤهله كواليفايد لكن لو جيب قليل يبقى الدرجه الاولى والثانيه الناس دي من اللي 90% منهم بيبقوا خلاص هو مش يعني انت شايف ان هو الثمان سنين ما تطبقش بس يقلل الجمعيه العمريه الجمعيه هتختار مش هتختار طبعا 100% صح بس هتختار الاحسن بكتير من الفتره اللي فاتت. طيب ميدو الاقتراح او الاقتراح الموجود دلوقتي ان هو يبقى رئيس ونائب وخمس اعضاء واثنين سيدات. فده نزلوا بالعدد بنسبه كبيره وزودوا عدد السيدات. بس هو اثنين سيدات دي من الفيفا برضه مش منهم. ايوه ماشي يعني المشكله مش في العدد. انا ضد مبدا الاقصاء في اي حاجه. مبدا اللي هو الاليمينيشن ان انت تختار حد انت تقصي حد من العمل العام انا ضد غير لو عمل بلوى او عمل كارثه او يعني عمل أنا حاجه يعني انا ايه يعني في حاجات واضحه وصريحه مثلا ايه لازم مثلا المسؤول عن 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 المسؤول الكبير او مسؤول في الكوره مثلا يبقى صفحته الجنائيه كويسه يعني ما يبقاش عنده سوابق انا مع كل الكلام ده كله طب انت مع ان يبقى مع مؤهل علي نعم انت مع ان يبقى معاه مؤهل عالي لا انا وعلى فكره في الاداره لا اقول لك ليه على فكره في بلاد مش عامله كده لا اقول يعني في بلاد في افريقيا كتير رئيس الاتحاد معهوش مؤهل عالي اقول لك ليه على فكره قانون اصلا الاتحاد الدولي المفروض اهم حاجه ان ان, إن لان انت عندك في لعيبه كوره كتيره بيفضل ان هو يلعب بره لغايه سن كبيره سن كبيره فبيبقى معاه ممكن ما يكونش معاه ما اكملش دراسته واللعيبه اللي بره اساسا معهاش بتاع ملهاش علاقه ان هو يبقى مؤهل عالي انت لو شفت اي حد من اللي بيلعب دلوقتي كريستيانو رونالدو مش هتلاقيه معاه مؤهل يعني ولا بيكهام ولا اي حد يعني ورغم ذلك الناس دي عندها ثقافه وعندها من الخبرات انت النهارده كده برضه ده اقصاء انت سيب الدنيا مفتوحه والناس تختار اهم حاجه زي ما كابتن حازم قال ان هو نزل بالعدد بتاع اصوات الجمعيه العموميه عشان الناس اللي بيبقوا لهم حق التصويت يبقوا ناس مع مش ديسبريت او مش محتاجين لاي حاجه بره تقدر تاثر على صوتهم على فكرهم. الحاجه الثانيه الاهم غير وده انا بنادي بيه بقاله سنين ان لازم تعمل وتعمل وزن للصوت ما ينفعش بوينت لا وزن هي بتترجم بوينت يعني النهارده مثلا الانديه اللي خدت عدد البطولات والانديه اللي شاركت في البطولات الافريقيه ليها صوتين يبقى ليها صوتين مثلا وبعد كده يبقى ليها صوت وانديه الدرجه الثانيه كذا يعني لازم تعمل القصه دي عشان تقدر ان انت الناس اللي فعلا اللي اصحاب القرارات في القرار في الكوره هي اللي يبقى ليها حق ان هي تصوت ويكون ليها تاثير كبير. في اتحادات هنا في مصر بتلاقي دلوقتي عامله كده. لازم تعمل كده. انا ضد الاقصاء. انا طبعا الناس كلها عارفه علاقتنا باللجنه الخماسيه، الناس كلهم اخواتنا وعمرو جيراني اخويا الكبير وكلهم وبتاع. ولكن وانا هم عملوا حاجات كتيره جدا كويسه جدا جدا وانا بنساندهم في كل حاجه. لكن انا ضد بعض النقاط اللي موجوده في المقترحات اللي هتعرض على الجمعيه العموميه او 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 المقترحات بتاعت اللائحه الاساسيه الجديده زي ايه؟ في حاجات اقصاء ليه انت النهارده افتح للناس ان هي تخش وخلاص انت في بند يقول لك ان انت لو لعيب كوره تكون بطلت سنتين ليه؟ يعني انا واحد مثلا لسه مبطل ليه؟ مش عارف ليه؟ يعني انا واحد لسه معتزل ليه تعطلني سنتين؟ السنتين دول عامل فيهم ايه؟ يعني واحد انا مبطل تمام؟ مثلا واحد زي متعب مثلا تمام لسه معتزل صح؟ هل متعب مش كواليفايد ان هو ممكن يبقى عضو مجلس اداره اتحاد الكوره؟ كواليفايد راجل بيفهم وراجل مثقف وراجل بيتكلم كويس وراجل بريزنتبل وراجل تاريخ وراجل عنده حاجات كتيره جدا كويسه، ليه تخليه ان هو يستنى ما يخشش؟
ما برضه في حاجات يعني هي معموله ليه يا سيف؟ مش عارف. لا انت برضه دماغك شبكه حيتان، انت اكيد عارف انت لا والله يعني في حاجات انا والله ما عرفتش ليه؟ ما عرفتش يعني في حاجات، في حاجات النهارده في اقصاء واضح. هم هيبقى نازله ان هي لعيب بطل بعديها بسنتين يخش يعني انا لو مبطل بقالي سنه ونص بس كانت كان زمان معموله في مجلس الاداره دي بعد. طب انا طب انا هكمل لكم بقيه شروط اقول لكم حاجه ثانيه، بس نطلع فاصل ونرجع ثاني نكمل بيت الله. حاسب يا عم انت مش شايف البتاع ايه ده؟ كابتن عازم اهلا يا جماعه، بسرعه الكابتن هينديلي على الجبس. سلامتك اطردسك؟ دول جيران حضرتك بعد ما شافوا الفاتوره، تقولش انا اللي بشغل لهم تكييفاتهم؟ ما تقول لهم يا كابتن يجيبوا ال جي زيك. وانت جاي لي هنا عشان كده؟ انا جاي اشتري ال جي بالدول انفرتور. قال يعني ايه يا كابتن الدول انفرتور ده؟ اقول لك ايه الاسرع؟ تشتغل بايد واحده ولا بايديك الاثنين؟ الاثنين طبعا. هو ده الدول انفرتر، كومبريسور يشتغل اسرع ويبرد اسرع فيوفر في فاتوره الكهرباء وبينقي الهواء بالبلازما ايونايزر. تكييفات ال جي بايدين اتنين واي تكييف تاني بايد واحده بالظبط. سوفونير بقى يا كابتن على الجبس. إيه القلم يا مستعجل يا مغاوي، خليها في ايدك التانيه بقى يا كابتن. القلم يا جماعه ما قلنا هاتوا قلم. تكييفات ال جي بالدول انفرتر، تكنولوجيا توفر. It's time to ده الوقت اللي لازم تظهر فيه نقط قوتك. It's time to give back some love. ده وقت الاكل الصحي. ده وقت اللعب. ده وقت الرياضه. It's time to stay fit. It's time to eat healthy. It's time to bring your inner child. It's time to stretch your limits. Run and clear your mind. ده الوقت عشان تفصل. It's time to create. To change. To connect. جه الوقت انك تطلع طاقتك. ان احنا نفكر برا الصندوق. جه الوقت اننا نتصرف. ده وقت بروح. اللي نخلي فيه بالنا عن نفسنا. It's time. رجعنا تاني ونتكلم تاني ونكمل حديثنا عن اللائحة. بتقولي ليه سنتين؟ مش عارف. كان زمان انا فاكر كان فيه في مجلس الإدارة زمان اللعيب كورة برضه ليه سنة وبعدين يخش انتخابات، لو بطل يقعد سنة وبعدين يخش انتخابات، برضه كانت معمولة بتهيألي زمان. ما عنديش تف بس ليه؟ مش عارف. يعني افرض واحد يا جماعة معتزل، ممكن واحد ممكن يعني افرض يعني واحد زي الحضري مثلا، تمام؟ هو أصلا ما أعلنش اعتزاله، طب أنت عرفت منين إن هو اعتزل؟ يعني الحضري لم يعلن اعتزاله، صح؟ أنت النهاردة هتقول مثلا للحضري ما ينفعش تخش حاجة عشان انت لسه بتلعب وهو راجل مثلا ما بيلعبش بقاله فتره. انت مع كل انت حاجه ليها تفسير اكيد، تفسير مثلا ممكن يقول لك انا اكلم عمرو الجراني ياخد مثلا ياخد مثلا دورات تدريبيه، ما اعرفش. طب ما يعني ممكن ياخد دورات تدريبيه وهو بيلعب. طيب يعني بيقول لك ان انت ما اعرفش دورات تدريبيه وهو بيلعب. في اقتراح بيقول لك ان انت لو اداري في المجال الرياضي لمده 4-5 سنين من حقك تنزل، بس بشرط تكون ما اشتغلتش في اتحاد الكوره او ما تقبضش مرتب اتحاد الكوره بقالك سنتين برضه. يعني ايه؟ يعني اي موظف اشتغلت على الكوره يعني من الاخر اقصاء. دي الحاجات دي معموله لناس معينه. لا لا دي اقصاء. دي معموله لحد معين. متفصله. حد معين؟ ما اقصاء. لا بص يعني انت ما تقولش يعني خلاص انت قلت اي حد اشتغل في مجال رياضي لمده 4 سنين مثلا، ده الاهم ان انت تاخد الميزه اللي عنده. فاهم؟ ان هو ما اشتغل في مجال رياضي 4-5 سنين. انا بحس ان انت كده حته وتقفل في حته. ما هي بقول لك عشان كده انت دلوقتي انت عايز تعمل حاجه كويسه تدخل ده على فكره جديد، ما كانش موجود زمان. كان زمان لا اما لعيب كوره لا اما مجلس اداره يا اما حكم دلوقتي فتحوا دي حاجه كويسه. مجلس اداره نادي. ايوه بقول لك عايز مجلس اداره. انا عايز اقول لك على بقولك ان عايز اداره. كنت عايز اقول لك على حاجه برضو مهمه جدا، تمام؟ انا راجل يعني اعرف الناس في فيفا كويس جدا واعرف انفانتينو كويس جدا واعرف الناس اللي شغاله مع انفانتينو وبتاع. الناس دي الناس المتضرره من اللائحه دي لو راحت اشتكت لانفانتينو، انفانتينو هيغيرها. يعني لو انفانتينو نفسه، وانا بقول لك عارف كويس جدا، لو لقى ان في اقصاء وفي حاجه متفصله بشكل معين عشان تقصي بعض الناس، انا بقول لك ان هو مش هنشاف على. طب انت مع ان الاعلامي يشتغل؟ طبعا عضو مجلس اداره. طبعا. ليه؟ اقول لك ليه. انت النهارده مفيش اي بلد في العالم او البلاد كلها متقدمه
عضو مجلس الاداره بيبقى ما بيتقاضاش اموال, بيبقى عمل تطوعي, كلهم بيتقاضوا. لما انت النهارده تعمل مرتبات لاعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره ومرتبات كمان محترمه, لان الناس دي في ناس انت النهارده بتاخد من وقتك وبتاخد من حياتك وبتاخد من تفكيرك والضغوط اللي عليك وكل الكلام ده كله, في جزء انت بتعمله عشان خاطر مصر عشان خاطر العمل العام, لكن لازم ابقى بتقاضى راتب عليه. النهارده زي النهارده مثلا المدير الفني بتاع اتحاد الكوره ما بيتقاضى راتب, تمام؟ الوزير بياخد راتب ولا لا؟ بياخد راتب. طب ليه عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ما خدش راتب؟ انا مش ده سؤالي, ما هو ده اللي انا بقولك عليه. لما تعمل مرتبات ساعتها اقدر اقولك ما تشتغلش اعلامي, صح ولا لا؟ ما تشتغلش اعلامي, انت راجل بتديني فلوس. انما انا راجل النهارده, معنى ان انت بتقول ان انت ما تشتغلش اعلامي وما بتدينيش مرتب, ده برضو اقصاء, لان انت كده خليت ان في ناس فئه ناس معينه هي اللي تقدر تخش انتخابات اتحاد الكوره. الفئه دي مين؟ الناس اللي هي شغاله شغلانات ومستريحه جدا في حياتها وعنده القدره ان هو يستغنى عن شغله الاساسي ويقدر ان هو النهارده يبقى موجود في مجلس اداره اتحاد الكوره. ليه الاقصاء؟ افتح للناس كلها, حدد نظام ان يبقى في نظام ان الناس الكواليفايد بس هي اللي تخش. يعني ايه كواليفايد؟ ان الناس اللي بتصوت اللي ليها حق التصويت تبقى ناس تقدر ان هي تاخد قرار صحيح. ده بس اللي انت تقدر تعمله. وان يبقى الصفحه الجنائيه بتاعته راجل ما عندوش مشاكل جنائيه, ان هو راجل مثلا نصاب ولا راجل عنده قواضي كبيره, رشوه, مش عارف بتاع ده 100%. بس انما مش اي حاجه تانية. ايه رايك في بند؟ بص هقول لك حاجه, وجهه نظري في الظل اللي احنا فيه في مصر كمصر, انتبه عن الشبهات, ما تشتغلش في الاعلام وانت في اتحاد الكوره, لانك اي خبر هتقوله وانت في الاتحاد في التلفزيون عندك وانت في الاتحاد ما تقولش, ماشي؟ ما غصب ما تنسى تطلع تقول حاجه في البرنامج. هقول اي حاجه بره بعيد عن اتحاد الكوره. يعني انت ممكن يعني النهارده ده بتاع كوره مثلا هيطلع يقول لي كلام بس ممكن النهارده تمضي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره اقرار. مين هيمضي؟ رئيس اتحاد الكوره اقرار ان خلاص مش من حقك انت تتصرف. ميدو معلش, انت دلوقتي مش في المدينه الفاضله, انت في مصر هنا. ايوه العادي مصر هنا مع احترامي الشديد, والراجل ده عانى اكيد كتير الفتره لما كان في عشان ما كانش في سيستم يا جماعه. يا حبيبي ماشي, هو عانى عشان لو عملت كل حاجه زي ما الكتاب بيقول. طب عملت كل حاجه زي ما الكتاب, هو عمل كل حاجه زي ما الكتاب بيقول. وسيف على فكره مش من الناس, ما كانش بيقول عمره ما كان بيقول حاجه هتحصل لسه وتلاقي حصلت. يعني سيف بيقول حاجه بعد ما تحصل, وكنا بنشوف حاجه في بينا حاجات كتير, وانا كنت بطلع بس مهما انت بتعمل الناس شايفاك على طول. لا ليه؟ لا انا النهارده انا عايز اسالك سؤال. انت لما تيجي للمواقف دي, لا احسن ده. الاعلامي لا. لا اما يسيب الاعلام الاربع سنين دول ويخش اتحاد الكوره ويعيش منين؟ خلاص يعني ما يخشش, دي شغلته الرئيسيه. خلاص ما يخشش, وليه ما يبقاش لو واحد عنده خبرات وواحد عنده يقدر يفيد ليه؟ ماشي انا وجهه نظري لا اما يخش. طب انا بكلمك, انا وجهه نظري, ما انا بقول لك انا وجهه نظري اصل ان احنا اتعاملنا في هذا المنطق عشان ما كانش في سيستم. يا سيب ولا هيبقى في سيستم بالشكل ده, لان انت عضو رئيس اتحاد الكوره. يا جماعه اقعد ادي لي اقرار ان ما فيش اي افشاء اسرار للاجتماعات. طب انا هقول لك حاجه, اي حاجه تطلع من عايز اقول لك حاجه تاني, يعني ما تاخدش صك على البتاع وامضي لي على الكلام ده واعلن الكلام ده على الويب سايت الرسمي عندي والاكونت بتاع. ساعتها لما يطلع سيف زاهر يقول في البرنامج بتاعه. طب ممكن اسال سؤال؟ سيبك من كده, مش هتكلم على الافشاء اصلا. في الاجتماع القادم ان يتم تخفيض عدد الاجهزه. لا ما انا بقول لك. طب انا بقول لك في حاجه ثانيه, انت دلوقتي مثلا سيف وانا كنا قاعدين في مجلس الاداره مثلا وكنا بنطلع. يا عم مش سيبك من الافشاء الاسرار والنيله, لا قاعدين بنتكلم. الحكم عمل بلوى, حكم عمل بلوى, فسيف بيقول لي حاسب انت رايك في التحكيم, واحنا قاعدين احنا في اتحاد الكوره مثلا. ما هو ده برضه انت المفروض انت اللي بتصلح التحكيم. عايز اسالك سؤال. طب اسالك سؤال بس اسمعني بس, احنا دلوقتي بنتكلم في حاجه للصالح العام مش صح؟ لا طب انا ممكن اسالك سؤال احسن دلوقتي يا عم, في ظل بس اسمعني. انت بتتعلم مع ناس دايما شايفه ان انت بتستفيد. هو على فكره في اختلاف يا حازم, انت دايما على فكره بتتكلمه صح. لا بس انت بتتكلم بتجربتك اللي عشتها. ما كانش في سيستم. ده هيفضل انت بتخاطب. انت بتخاطب يا سيف يا بيه, خلينا نخلص. عندها احساس على طول ان انت مستفيد من منصبك. انت بتتكلم صح وانا عشت معاك فتره كبيره جدا, بس ميدو بيتكلم صح ان احنا مش لازم نبني على الغلط. يعني يعني ايه مثلا؟ هو ده اللي احنا فيه وده الفكر اللي احنا فيه. مفيش. طب ما احنا فكرنا كله اتغير دلوقتي. انا مش بتكلم فكره ان هو هتطلع تقول اسرار المجلس انا مش في دماغي الكلام ده خالص. ان انا عارف ان في ناس مش هتقول الكلام. لا مش كده. انت وانت قاعد بيحصل مشكله في ماتش, بيحصل مشكله في حاجه, انت كمذيع بتقعد تناقش قضايا الكوره المصريه اللي انت اساسا المفروض انت اللي بتحلها كاتحاد كوره, وانت اللي هتطلع تناقشها وتشوف حلولها. طب ما يقول لك لما انت المفروض يا كابتن عايز لعيب الكوره ما يبطل. معلش بس لعيب الكوره لما يبطل تمام في اي حته في العالم هيشتغل ايه؟ يا مدرب يا اما بيشتغل في الاعلام. صح ماشي, صح ولا لا؟ طيب. النهارده انت بتقصي اي واحد عايز ان هو يبقى مثلا ما يقصيش ولا حاجه. طيب. ما يشتغل فين بقى؟ ما هو مفيش مرتب, وهيبقى عنده مجلس اداره
ولا اشتغل في الكوره، اشتغل في الاعلام. اي عايش منين يعني انت النهارده الانكم بتاعك من انا بشوف الموضوع ده بيعمل حساسيه اساسا للاعلامي بشكل كبير وهيفضل يتهاجم طول ما بيشتغل الشغلانه دي. معلش يا كابتن حازم انا معلش هو مفيش حد رئيس اتحاد هيجي يحط سيستم لحد اعلامي، لان الاعلامي دايما عنده هو برضه خلي بالك رئيس اتحاد بيعوز الاعلامي لانه بيبقى عايز هو ينوره وعايز يكبره وعارف الاعلامي ده هيتكلم عليه كويس الدنيا بتبقى شكلها كويس. انا 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 عندي راي الله اعلم ماشي انا عندي راي ان رئيس انت رايك ايه بقى يا كابتن سيف؟ رئيس رئيس اتحاد الكره اللي جاي. لا استنى بس ماشي انا بس انا عايز اعرف سيف رايك. طيب رئيس اتحاد الكره اللي جاي لو ما عندوش قوه دور لاني ساكت ايه دور لو 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 ما عندوش قوه الشخصيه ان هو يفرض نظام على الناس كلها اللي قاعده معاه في الترابيزه مفيش رئيس اتحاد كوره. عايز اسالك سؤال في البيت. عايز اسالك سؤال لان هو ده اللي بيبوظ. ممكن عايز اسالك سؤال بعد اذنك بس احنا بنتكلم انت دلوقتي كان الناس اللي بتشتغل دي بتشتغل فين؟ في الوسط بتاعنا. انت جايب ناس من المانيا مثلا احنا كلنا عارفين بعض وعارفين الناس شكلها ازاي وعارفين الناس بتدير ازاي. طب اللجنه الخماسيه دي شغاله كويس شغاله كويس عشان دي لجنه مش جايه انتخابات وماضيه ان هي مش هتخش انتخابات وملهاش اي توجهات فهي ماشي. ما كويس لكن انت يا حبيبي حازم هو المفروض كده حازم ما هو المفروض كده ما حدش يبقى عنده توجهات يبقى عندك تطوير بس بطور بطور المسابقه. احنا اشتغلنا في المجلس في ناس بيبقى يا حازم الموضوع غلط مش كويس. في ناس بتبقى عايزه ايه بتخاف ان الجمعيه العموميه هتزعل من قرار انت خدته وانت عارف انت وانت عارف ان القرار ده في صالح الكوره صح بس هو عارف ان لو يا عم ماشي ما ده بيحصل يا ميدو. طب ما غلط ما هو المفروض بس بيحصل ليه بقى بيحصل ليه لان هو عنده انتخابات جايه والناس دي اصوات مهمه في الجمعيه العموميه فهو مش عايز عشان كده ميدو بيعلي بيقول لك بالبوينتس وبيحل النهارده ماشي ما هو بيحل انا قلت لك عليه انت في وزن الصوت اللي انا قلت لك عليه انك انت كل ما انت بتقلل هي بتترجم في وزن يعني يبقى في ايه بالانجليزي اسمها ويت. ما انا عارف انت بتترجم في الاخر بوينتس يعني تيجي مثلا تقولي ده مثلا عنده 5 بوينت بثلاث اصوات ده عنده مش عارف. بس انت كراجل اعلامي لما تيجي تسميها لازم تقول وزن مش بوينتس يا عم. هو ليه مسمياته لوحده. انا راجل دارس اعلام فين ولا ده راجل سمكري. لا يعني انا بقول لك عليه ان هو لما يقلل الجمال العموميه ده هيخلي مجلس نوعا ما احسن او طبعًا. ناس الناس ما عندهاش حسابات ده كويس مرحله اولى. المرحله الثانيه تبني لكن مش كل حاجه. طيب فاصل ونرجع يعني. لكم تاني نكمل حديثنا عن ده. حاسب يا عم انت مش شايف البتاع ايه ده كابتن حازم اهلا يا جماعه بسرعه الكابتن هيمدي لي على الجبس. سلامتك اطردسك دول جيران حضرتك بعد ما شافوا الفاتوره تقولش انا اللي بشغل لهم تكييفاتهم ما تقول لهم يا كابتن يجيبوا ال جي زيك. وانت جاي لي هنا عشان كده؟ انا جاي اشتري ال جي بالدول انفرتور. يعني ايه يا كابتن الدول انفرتور ده؟ اقول لك ايه الاسرع تشتغل بايد واحده ولا بايديك الاثنين؟ اثنين طبعا هو ده الدول انفرتر كومبريسور يشتغل اسرع ويبرد اسرع فيوفر في فاتوره الكهرباء وبينقي الهواء بالبلازما ايونايزر. تكييفات ال جي بايدين اتنين واي تكييف تاني بايد واحده بالظبط. سوفونير بقى كابتن على الجبس القلم يا مستعجل يا مغاوري خليها في ايدك التانيه بقى يا كابتن القلم يا جماعه ما قلنا هاتوا قلم. تكييفات ال جي بالدول انفرتر تكنولوجيا توفر. It's time to ده الوقت اللي لازم تظهر فيه نقط قوتك. It's time to give back some love. ده وقت الاكل الصحي. ده وقت اللعب. ده وقت الرياضة. It's time to stay fit. It's time. It's time to bring your inner child. It's time to stretch your limits. Run and clear your mind. ده الوقت عشان تفصل. It's time to create. To change. To connect. جه الوقت انك تطلع طاقتك. ان احنا نفكر بره الصندوق. جه الوقت اننا نتصرف. ده وقت الروح. اللي نخلي فيه بالنا عن نفسنا. It's time. رجعنا لكم تاني وبفكركم ان حلقتنا برعاية نانو سيل من ال جي وزد ومكملين حديثنا عن اللائحة. طب انت من وجهة نظرك شايف انا بتكلم كمان انا محلل فانا يعني انا مش هطلع اقول حاجة
تحليل حاجه ما فيش حاجه ما عنديش مشكله. انت اللي عندك المشكله. ايوه انت ايه رايك في الموضوع ده؟ اتفضل. انت ايه رايك في موضوع ان انت تجمع ما بين أيوة. العمل الاعلامي وما بين يعني احنا كمحللين احنا كمحللين ما عندناش مشكله في عمل العام احنا في اتحاد الكوره. قول لي قول لي انت ايه القصه؟ بص هقول لك بمنتهى الصراحه هو حازم رد عليك كذا رد بس انا مقتنع برضه بكلامه. حازم بيتكلم على اللي احنا عشناه على المنتاليتي اللي انت عشتها او فكر الناس يعني بتبقى في جزء في الاخر ميدو لالياتك انت ضميرك يعني انت فاهم قصدي يعني انت هتقدر تتاقلم مع القصه بشكل عامل ازاي. سيف انا دلوقتي راجل صحفي انا هقول لك انا عايز اقول لك بس انا دلوقتي راجل صحفي سالتني سؤال واحد ماشي ما انا عايز اقول لك بس انا دلوقتي يا اخي اول مره لا انا راجل بكمل الجمله بتاعتي ما قابلتش ناس انا دلوقتي انا راجل صحفي بتفرج على الانترفيو ده تمام عايز اخد من كلامك هيد لاين اكتبه على اسم سيف زي على كده اسم سيف زي هقول لك انا قول هقول لك عايز هيد لاين انا مقتنع ستيتمنت انا مقتنع بالقصه دي ان الكلام اللي حازم قاله ان هو في مشكله في عدم وجود السيستم. لو في سيستم قوي هيتطبق عليا وعلى غيري انا معاك هيتنفذ انا معاك. لو السيستم حازم بيتكلم ان انسى كل سنه طب ان السيستم يتطبق لو السيستم مش هيتطبق يبقى الاثنين ما ينفعش يندمجوا مع بعض. ما هو السيستم مش هيتطبق يعني معنى كده ان رئيس اتحاد الكوره ضعيف. الحاجه الوحيده اللي ما تخليش يبقى في سيستم ان ما فيش رئيس اتحاد كوره ما عندوش الباور والقوه ان هو يسيطر على الناس اللي معاه. مش معنى سيطره ان انا بسيطر على افكارهم لا انا بحط سيستم بوينتس معينه يا جماعه مثلا الحاجات الاساسيه مثلا لازم تيجي الاجتماعات لابس فورمال يا جماعه لازم تيجي في مواعيدك قبل الاجتماع على الاقل بساعه يا جماعه لازم ان انت تتواجد على الاقل يومين في الاسبوع داخل مجلس داخل مقر اتحاد الكوره. حاجات اساسيه الناس كلها تلتزم بيها. يبقى من ضمنها ان في حاله الدمج ما بين العمل الاعلامي وما بين عضويه مجلس اداره اتحاد الكوره او رئاسته عدم الافشاء باي اسرار سواء كانت مستقبليه او اسرار تم اتخاذها في برنامجك الخاص عن طريقه دي ايثكس مبادئ موجوده زي ما المفروض ان في هو لو ما عملش بيها ايه لو ما عملش بيها يبقى في عقوبات عقوبات اللي انت بتعمل جمعيه عموميه يبقى تعمل سؤال هو زي ما انت لو ما جيتش ثلاث اربع جلسات ممكن تمشي. هل رئيس اللجنه او رئيس الاتحاد تحط لائحه انت تسمح له من حقه ان هو يحولك تحط له تخلي زي ما انت كنت حاسس لو انت ما جيتش اجتماعات تقول في اللائحه ان انت من حقه ان هو يحولك للجمعيه العموميه تاخد قرار. عايز اسالك سؤال شايف ان وجود رجال اعمال في مجلس اتحاد الكوره دي ظاهره صحيه بس يكونوا انا معلش يكونوا مؤهلين التعامين يا جماعه انا بحب يعني المهم رجال اعمال بس ليه دعوه بالكوره يعني مش رجال اعمال مش دعوه بالكوره خالص. ما هو الاداره مالهاش دعوه بالكوره لا معلش ما هو لازم افهم برضه عنده عنده الباك جراوند مالهاش دي واحده بس مالهاش علاقه لا يعني 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 الاداره يعني واحد مثلا الاداره يشتغل مثلا في الاراضي مثلا وجاي يبقى اخش حبيبي لا الكرة. احنا ما بنقولش في الاداره لازم حد ليه باك جراوند احنا بنقول شوية. ان فن الاداره ملوش علاقه بفن اللعب هي دي الحته اللي لا اللي لا لا معلش يعني فن الاداره مثلا فن اداره التسويق في شركه ادوات منزليه لو جه مثلا مسك في اتحاد الكوره دي حاجه انه بيعمل تارجت وبيعمل حاجه والكوره حاجه ثانيه خالص يعني انت بتديه كوره انا معلش انا انا لكن أنا لا لازم انا معاك ان رجال اعمال اكيد ليهم حاجه كويسه بس مش كل رجال اعمال لازم يبقى هو عنده بيحب الكوره يكون مطلع على الكوره ما لو مش بيحب مش هيجي يعني لا ممكن يبقاش بيحب لا ممكن عايز الشهره بس ممكن عايز الشهره بس زي ما الناس بتعمل كده وناس عايزه الناس تبقى عايزه شهره انما انت انا لكن هو لازم عنده باك جراوند بتاع كوره رجل اعمال فماشي اوكي يعني. انا برضو ان انت بقى طالما ان انت هتحط بوينتس وبتاع والكلام ده لازم يبقى فيه من الخمسه دول على الاقل اثنين لعيبه دوليين ثابتين ده رايي. لو انت بقى النهارده لو انت بقى الموضوع فيه ان انت بتحط كونديشنز معينه للبتاع لازم الخمسه يبقى فيهم اثنين لعيب يعني لان ما ينفعش في الاخر اتحاد الكوره كله ما يبقاش فيه ولا لعيب سابق. طيب سؤال لو ده ممكن سؤال سريع لعيب واحد لعيب دولي سابق طيب. يكون لاعب دولي طيب. انترناشونال سؤال سريع الدوري الانجليزي من وجهه نظرك هيرجع؟ لا صعب. الدوري المصري؟ مصري؟ الدوري المصري هي معتمد على اللي هيحصل بره عن الدنيا فيها ايه. انا عندي يعني توقعات كبيره جدا بعد الدوري المصري هيرجع. يعني مصر الدوري المصري هيرجع ان شاء الله هيرجع. انت عارف انجلترا الدنيا كلها حاسمه حاجه ازاي؟ انت بتتكلم ان امبارح بس 500 ووفيات انجلترا في حته وحشه انما احنا الحمد لله بس ده ديبند بقى الفتره الجايه الدنيا فيها ايه ان شاء الله يعني لو الناس فضلت ملتزمه والناس فضلت يعني ملتزمه بالتعليمات والكلام ده الدنيا باذن الله هتبقى كويسه. غير انا طبعا خلي بالك قرار عوده الدوري ده يعني صعب قوي ان واحد اتحاد الكوره ياخده مش اتحاد الكوره يعني مش اتحاد الكوره لازم تبقى متاكد قوي توجه لازم يبقى ليه فكر مختلف عايز تقول ايه صعبه يعني في المرحله دي. انا بقول للناس ان اول حاجه لازم يبقى عندنا صبر
وانا بقول لنفسي قبل الناس ان لازم ممكن اللي احنا فيه ده يبقى موجود اسبوعين ثلاثه ايا كان هيبقى ايه، لازم يبقى عندنا صبر. ولازم اهم نصيحه ليا للناس، اهم نصيحه كده كده بحكم العمل الناس بتختلط مع بعض وكذا، طالما الدنيا مفتوحه مش واقفه، خلي بالكم من الناس الكبار في السن. يعني ما يعني لو انت في فرصه ان انت ما تروحش تزور ابوك وامك او جدك او جدتك او عمك او عمتك مش دلوقتي، عشان دي اكتر ناس ممكن تتاثر. انا خلي بالك قريت كتير جدا عن الموضوع، هي دي اكتر ناس ممكن تتاثر. القصه مثلا الكلاسيك فلو اللي هو الانفلونزا العاديه، السنه اللي فاتت في امريكا جت 64 مليون مواطن امريكي، مات منها 840 الف. يعني الاعداد الناس اللي مات من الانفلونزا العاديه في سنه 2017 و2018 اكتر بكتير من الناس اللي جالها كورونا. لكن مين الناس اللي بتتاثر بالكورونا ده؟ الناس اللي عندها underlying health conditioning، يعني اصلا عندهم مشاكل صحيه، او الناس اللي هم فوق ال 65 وال 70 سنه. خلي بالكم من الناس دي، يعني الناس دي هي اللي هتتاثر. انت ممكن على فكره يجي لك والاميونيتي سيستم بتاعك والجهاز المناعي بتاعك يتحملها وتعديه زي ما ناس كتير صغيره بتجيلهم وتعدي، انما الناس الكبار لو جالها الفيروس ده هتتاثر جامد وهتتعب جامد. لا ولا حاجه، يعني زي ما يعني انا شايف في موضوع يعني الدولة المصرية تحديدا في الفترة دي انا شايفها بتقوم بشكل كويس جدا. وزارة الصحة، الدولة بشكل عام، موضوع حتى الحجر الصحي، موضوع الناس العالقين في الخارج بيجيبوهم. وانا ليا تعليق برضه على العالقين دي، شفت بقى لنا يومين في موضوع الناس بتروح تجيب طيارة للناس وتيجي والناس اللي جاية مش عاجبها، حاجة غريبة جدا يعني بجد. يعني انت اساسا او ما شفتش حد يعني على حد قرايتي مفيش بلد تروح تجيب ناس من بره، اللي عايز يجي يجي لوحده او بيعرف يجي يجي، لكن بيبعتوا لك طيارة وجايين وانت مش عاجبك وقاعد في اوتيل 5 ستارز ومش عاجبك، انت عايز ايه يعني؟ عايز تيجي تقعد؟ ما ايه اللي خلى مصر فيها كورونا اساسا؟ هم اللي كانوا بره وجم مصر، مش فيها كورونا، ناس اجانب حاملين للمرض جم هنا ومصريين او ايوه بقول لك مصريين او اجانب يعني. فانت يعني ضايق يعني، انا مش فاهم، واقفين في المطار وقاعدين يعني، طب انت عايز ايه؟ وبعدين حتى كمان ما بقوش يدفعوا فلوس، يعني اول قالوا هيدفعوا 900 دولار 900 جنيه، وده برضه رقم يعني اقل من 100 دولار في اليوم في اي اوتيل في العالم، مفيش حاجه ب 100 دولار حاجه مشمومه يعني. فانك تقعد في اوتيل زي ده وبعدين قال لك لا مش هيدفع، ده كمان على صندوق تحيا مصر هو اللي هيدفع. فانت انت عايز ايه طيب؟ يعني انا مش فاهم بجد، يعني بعض الناس في الشعب المصري غريبه جدا، لا يعجبها العجب ومتضايقين قوي، ويقول لك لا انا كنت اروح وانا هعرف التزم. مين قالك التزم؟ ولو انت عرفت ممكن اللي جنبك ده ما يلتزمش، لا ممكن تعدي الناس بيتك. فانا عايز الناس بس يعني بعد دايما بنقعد نعلق حاجاتنا ان الحكومه وحشه لا انا شايف الناس ماشيه كويس، احنا اللي في حاجات لازم نصلحها في نفسنا شويه ونساعد الناس، واللي ملوش حاجه ايرجنت يشتغل يعملها يخليه في البيت احسن، ويبعد حتى لما ينزل يبقى في سبيس زي ما احنا قاعدين كده بعيد عن بعض شويه عشان الموضوع ما يتطورش. يعني ان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل، وزي ما حازم قال وميدو قال طبعا يعني دور الدوله المصريه كبير جدا وشكلنا الحقيقه قوي جدا قدام العالم كله. ان شاء الله بالصبر نعدي الازمه دي. نشوفكم بقى على الف خير وحلقه جديده ان شاء الله باذن الله من ستارز اوف فانتسي. الدوري الانجليزي لكره القدم دي فن ولعب بين السنة اللي قال دي مدرسة فأوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على أستاذ تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز أوف فانتسي